طبعا يعني بعمل محضر او حاجه زي كده، يبقى مثلا البطاقه ضاعت والحاجات دي، فبيقولوا لي لازم تروح تعمل محضر. مره تعبوني بحادثه ما عملتهاش، انا كنت ماشيه ورا حد وهو خبط حد وانا كنت وراه، فانا كنت مشهوره اكتر وقتها، فقالوا كانت غادة عادل. لا بس علشان اعمل الحاجات الرسميه بتاعت الاسام بس، لا مش او لما اتسرقت مني، اتسرق مني موبايلي وحاجات كده، رحت عملت محضر. دخلت لا ما احنا قلنا اول، لا عملت لو عملت فضلك بسرعه. لا بتشر عليا ان شاء الله عدويني. هربت كتير بس انا التلميذ الوحيد اللي كان بيهرب واهله عارفين، يعني كنت بقول لهم بالليل انا بكره همشي من المدرسه الساعه كذا. هتعمل ايه يا ابني؟ هروح مع اصحابي هنلعب مش عارف جيمز فين، وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. فبقى انا الوحيد في وسط الشله اللي مش خايف من اهله. كتير كنت بحب اروح والله، كنت بنط في السور اروح كتير. لا لا ونطيت السور. لا لا دحيحه قوي، دحيحه بجد. طب ده عرف، انت كبرت وبقيت في ثانوي لازم تهرب، لازم تزوغ يعني. عمري تلميذه نجيبه طول عمري. لا طبعا كل الحاجات الهبله دي عملناها، يعني كنا بنعمل بلاوي كتير، كان من ضمنها يعني ومن اهمها فقره يوميه كده بنعملها، ان احنا بنقف في الشارع ونبص على الابراج بتاعتنا وبنجري، يعني فجاه بنطلع من البرج ونجري ونعمل كده وبنردد ان العماره بتقع، العماره بتقع، فالناس بالعربيات كلها بنبقى احنا عايزين نشوف بس اللحظه دي ونضحك بس. حسيت ان انا فاهم باد جيرل فجأة. انت بتتكلمي في مسلمات. اكيد ده في اوتيلات كمان. ايوه وعشان كده رحت الاسم دي كان واحده منهم. اللي هو الجيران والحاجات دي. ممكن بيتهيألي يعني كنا صح، كنا اشقياء قوي. لا بصراحه انا بخاف منه جدا. كتير معيش فكه والله. دايما هو معيش فكه. معاك فكه 200؟ لا ما بقولش الكلام ده. بالعربيات وكده عملت. يعني مره حاولت اعمل حاجه خطر كده بالعربيه، لا عايز اعمل فيها بقى كده، ورحت طالعه بقى عارفه الجنينه اللي في وسط جامعه الدول دي، ورحت عايز اخد بقى ملف بقى وانا بجري، فرحت طالعه بقى كل اللي انا فاكراه ان انا العربيه طلعت كده وبتنط، والناس بقى في الارض بيجروا، ناس عارف اللي زمان يقعدوا في جامعه الدول يحط الناس بتجري قدامي كده وانا مش عارفه اوقف. لميت كل العيال بتوع الشارع كلهم وطلعت بيهم فوق سطوح العماره اللي قدامنا، وعملت لهم نادي ثقافي وبتاع وحاجات كده، ولميت منهم كلهم فلوس الدخول، كل واحد يدخل ب50 قرش بس. خدت علقه يعني معتبره. فتة طبعا، ما اعرفش السوشي ده طعمه ايه. فتة طبعا، فتة سوشي دلوقتي، زمان فتة سوشي. جلابية، جلابية البدلة عشان التصوير بس. يا لهوي جلابية طبعا، بدلة. لا بدلة.